افتتح سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان المجلس الأسبوعي لوزارة الإسكان بحضور سعادة وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات والأقسام المعنية. واستمع سعادة وزير الإسكان وكبار مسؤولي الإدارة العليا بالوزارة لشكاوى المواطنين وبحثوا سبل تنفيذ تلك الشكاوى وإيجاد الحلول المناسبة لها مع التوضيح للمواطنين المعايير القانونية التي يتم من خلالها التعامل مع الطلبات الإسكانية، فضلا عن تقديم الاستشارات الإسكانية اللازمة لهم. وسيعقب خطوة تدشين المجلس الأسبوعي تزويد جميع فروع بنك الإسكان بموظفين تابعين للوزارة لتقديم كافة المعلومات والإرشادات التي تتعلق بالخدمات الإسكانية للمراجعين، فضلا عن وجود توجه لدى الوزارة نحو تفعيل جميع خدماتها إلكترونيا على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان. سعيدين حقيقة اليوم في وزارة الإسكان تتبنى مجلس الوزارة للالتقاء مع المواطنين الكرام، وهذا طبعا هذه يأتي في سياق التوجيه الكريم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقت، دائما يوصينا بانتهاج سياسة الباب المفتوح والتواصل المستمر مع المواطنين. راح نستمر في هذا المجلس إن شاء الله للاستماع مع المواطنين والالتقاء مع المواطنين، ولكن حبيت أطمن المواطنين في الأساس أن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها في المقام الأول للتعامل مع جميع الطلبات، واللي يشاهد الآن نسب الإنجاز ومعدل سير عمل مشاريع يلاحظ أن هناك طفرة غير مسبوقة في أداء هذه الوزارة. الحمد لله شكرا سعادة الوزير، استمع لي باهتمام وحاول حل الإشكالية، وأنا متفائل إن شاء الله أنه بما أن هذا أول مجلس إن شاء الله راح يكون في حل مو بس لي أنا، لكل الحضور. صراحة أنا أشكر الوزير وزير الإسكان على البادرة الجيدة اللي أثر فيها المواطنين، فبادرة جيدة صراحة، والكل استانس في اللقاء على الأقل الواحد عارف شنو الطلبات.